محمد خلف الله رئيس لجنة الوفد مدينة 15 مايو، سكرتير عام مساعد لجنة المرأة بحزب الوفد، مدرسة مدرسة مصطفى كامل. من أهم مشاكل دايرتي اللي احنا بنعاني منها منطقة اسمها منطقة الزرايب، ودي لجماع القمامة. لانهم جايين من بلاد مختلفه، يعني من عده محافظات، سواء كانت محافظات الوجه الابلي او محافظات الوجه البحري، بيعانوا من المشكله دي لانهم بيعتبروهم من الناس اللي هم وداع اليد، حاصلين على اماكن او على منازل وداع اليد. عندهم مشكله رئيسيه ان هم ما عندهمش لا ميه ولا عندهم نور. الميه ركبوها بامر من الجيش، بس ما فيش عدادات للميه، لكن الكهرباء كل المسؤولين مش رافضين تماما، رفض تام ان هم يدخلوا لهم الكهرباء. ودي ابسط طلباتهم. بالنسبه للطلبات بتاعتهم، عايزين يعيشوا عيشه ادميه زي اي مواطن في مصر. عاوز شويه ميه وكهرباء بس. كل اللي عايزين نعيش بس، مش اكتر. زي التعليم بالنسبه لاولادهم، في تمييز بين اولادهم وبين اولاد المدارس العاديه او الناس العاديين. كل الاولاد بيعاملوا اولادهم على انهم ولاد زبالين، ودي يعني ميزه وحشه جدا يعني بالنسبه للطلبه، سواء كان من المدرسين او من الولاد نفسهم. هم بيطالبوا ان ولادهم يتعلموا تعليم جيد، يطالبوا ان هم يكون عندهم مدرسه يتعلموا فيها، مستشفى يتعالجوا فيها، عيشه بسيطه خالص او طلبات بسيطه خالص زي اي مواطن. مش عايزين اكتر من كده. الاولاد تروح المدرسه يروحوا يسلوهم بتاعات تحت، ما يرضوش يقعدوا جنبيكم، وتيجي الام من بتاعات تحت تلقى ابنها قاعد جنب ابنه تروح مقومه. يجي العيل مثلا لو ما عرفش مساله او حاجه، الابله تقول له انتوا قميتكم الزباله. عايزين طرق تترسف، عايزين كهرباء تركب، عايزين ميه نظيفه. ما عندهمش صرف صحي للاسف. السيدات يعني بتأدي، يعني نقول ايه، بتأدي حاجتها في الجبل، سواء كانت السيدات او الرجال. الصرف الصحي، احنا نفسي يبقى لينا حمامات زينا زينا زي اي حد تحت. مفيش حمامات هنا في الجبل. فين؟ في الجبل. الناس بتعمل حته اوضه بس بتدرى فيها وبترمي الحمام، يعني برميل يعني.